السلام عليكم ورحمة الله. الزور في اللون. النشطاء الجالية الجزائرية في أوروبا اللي كانوا اجتمعوا نهار 15 أكتوبر الماضي في بروكسل أمام البرلمان الأوروبي، نشطاء جاءوا من ألمانيا، من بلجيكا، من فرنسا، من إيطاليا، من سويسرا، من هولندا، جاءوا ورفعوا رسالة احتجاج إلى الاتحاد الأوروبي، احتجاج على صمت البرلمان الأوروبي، صمت الاتحاد الأوروبي أمام اختراقات حقوق الإنسان في الجزائر، وكذلك احتجاج على تواطؤ الحكومة الإسبانية مع عصابة ولاد الحرام اللي حاكمة في الجزائر. التواطؤ هذا تجلى في تسليم الدركي الفار محمد عبد الله، واللي كما قلت أكثر من مرة والبارح برك ذكرت باللي راهو في زنزانة مظلمة، تعرضوا إلى فقدان البصر في سجن البليدة، وأنه تعدد إلى تعرض إلى تعذيب شديد منذ أن وطأت قدميه التراب الجزائري. من اللي يرجع؟ هو راجل في عذاب أليم، يعني ضرب وشتم وتعذيب، تعذيب، ماشي قال حطوا في سيلونا كحلو. كذلك مقبل كانوا السلطات الإسبانية سلمت شمس الدين العلامي المعروف باسم ابراهيم العلامي اللي كان حارب لاسبانيا وحكموه شمس الدين العلامي. قداش يقولوا كيما مثلا محمد عبد الله ما كانش ينشط كي كان في الجزائر وكان دركي ومن بعد جا وحرق الفيزا. محمد العلامي لا، كان من الوجوه البارزه في الحراك، كان من الوجوه البارزه في الحراك، ماشي غير في برج بوعريريج وانما على المستوى الوطني. ورغم هذا سلموه السلطات الإسبانية للعصابة، وين تم تعذيبه كذلك وسجنه والحكم عليه بست سنوات سجن نافذة. واليوم محمد إبراهيم الإعلامي راهو في وضع صحي يرثى إليه. يعني النشطاء الحركيين اللي تنقلوا لبروكسل ومن هناك وجهوا نداء، وجهوا رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي باش يذكروه ويذكروا هذا البرلمان بالمسؤولية المباشرة للحكومة الإسبانية في هذه القضيتين اللي تكلمت عليهم. كذلك وجهوا نداء لتكملة الحراك والتنسيق بين مختلف الإخوان تاع الجالية الجزائرية في أوروبا، حتى يعني ما تضيعش مكاسب الحراك ويدعم الحراك في الداخل. كذلك في النداء هذا نردو نداء متوجه إلى المنظمات الغير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان للاطلاع على ظروف اعتقال محمد عبد الله وشمس الدين الإعلامي وكل المساجين السياسيين وسجناء الرأي اللي سجنتهم طبعا عصابة ولاد الحرام، يعني ظلما وبهتانا. كذلك هاد المجموعة هاد النشطاء يتوجهوا برسالة يطلبوا العمل الجماعي من أجل تحرير ميثاق للحركيين اللي يخلي النشاط تاع الحركيين يكون في أكثر نجاعة ويكون يخدم الجالية الجزائرية اللي باش تقدر يعني تقوم بالدور
اللي منتظر منها لمساعدة الشعب الجزائري في الداخل. اللي يحب يتصل ب هذا الجماعة يتصل عن طريق الإيميل appel de Bruxelles appeldebruxelles@gmail.com. ربي يوفق كل من يسعى إلى الإطاحة بعصابة الحرام، وكل من يسعى إلى إنقاذ الجزائر من مخالب هذه العصابة الإجرامية النتنة. السلام عليكم ورحمة الله. صحابيها.